نجاح وتنظيم هذا المؤتمر سواء من قريب أو من بعيد. بالنسبة للموضوع الذي اخترت التطرق إليه هو دور الأندية التربوية في تنمية المهارات الإبداعية لدى المتعلمين والمتعلمات. أول يعني شيء هو لماذا هذا الموضوع نظرا لأهميته ولأهمية هذه الأندية التربوية كما جاء يعني في المستجدات التربوية انطلاقا من الميثاق الوطني ثم المخطط الاستعجالي الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار وخارطة الطريق. وللإشارة فإن الأندية التربوية خصصت لها يعني مشروع رقم 10 في القانون الإطار وهو مؤسسة النوادي التربوية بالمؤسسات التعليمية. يعني قبل الخوض في الموضوع ينبغي الاشاره الى او التطرق الى مفهوم الانديه التربويه بشكل سريع وهو اطار تنظيمي واليه منهجيه وعمليه لمزاوله نوع من الانشطه يتشكل من مجموعه من المتعلمين من مستويات دراسيه مختلفه تجمعهم صفه الميل المشترك لمجالات الانشطه التي يشتغل عليها النادي التربوي. وهذا النادي يتيح لهم تنميه مجموعه من الخبرات والميول والقيم والكفايات التربويه والمهارات الحياتيه. يعني اهداف الانديه التربويه تتمثل في تقويه الشعور بالانتماء الى الجماعه والمؤسسه والمجتمع، دعم المبادره الفرديه والتربيه على العمل الجماعي، التربيه على ابداء الراي واختلاف الراي الاخر وقبول الاختلاف. ايضا تنميه الشخصيه والاتجاهات والقيم والكفايات، ويعني الاهم الذي تركز عليه هذه الدراسه وهو هدف صقل الميول والمواهب وتعهدها بالرعايه والتدريب. اذا لماذا الابداع في العمليه التربويه؟ اولا الابداع هو موضوع الساعه وموضوع مجموعه من الدراسات والابحاث الحديثه. لماذا؟ لان تعود يعني ادخال عنصر الابداع في العمليه التربويه يعود التلميذ على الاصاله والابتكار ويعني بدلا من التعود على جهود الاخرين وافكار الاخرين. بالاضافه الى الاهتمام بالتفكير الابداعي يعني اعداد التلميذ للحياه المقبله، اذ ان الفرد المبدع هو الاكثر تكيفا مع المستقبل وحاجاته وتقلباته، بالاضافه الى ان زياده التحصيل الدراسي للتلاميذ يساعد يعني هذا الابداع في زياده التحصيل الدراسي، حيث ان هؤلاء المتعلمين يستخدمون طاقتهم العقليه اكثر. ايضا ينمي القدره على التخطيط ومعالجه المواقف والمشكلات باساليب مختلفه عن الاخرين. كما يعتبر مدخل رئيسي من مداخل عملية التقدم العلمي والتكنولوجي التي تسعى إليها البلدان على مستوى العالم في جميع المجالات. أما النوادي التربوية فهي تعتبر فضاء مهم لتنمية هذا الإبداع داخل المؤسسة التعليمية. لماذا؟ لأنها تنقل المتعلم من حالة الحفظ والتلقين إلى حالة البحث والحرية ويعني الإبداع، كما تتيح الفرصة للمتعلمين لتطوير مهاراتهم عبر الفهم العميق والخبرات والتجريب، وهو مجال خصب لتدريب التلاميذ على أساليب العمل الجماعي والتعلم التعاوني الذي ينمي الإبداع والابتكار، كما تساعد هذه الأندية في توجيه التلاميذ واستكشاف قدراتهم وميولاتهم والعمل على تنميتها وتحسينها وتوجيهها إيجابيا. إذا كيف يمكن بلورة يعني عنصر الإبداع داخل الأندية التربوية داخل المؤسسات التعليمية؟ اخترت أن أركز على ثلاث عناصر أساسية وهي التنسيق، الفاعلين والأنشطة. فيما يتعلق بالتنسيق يعني يجب تفعيل أداء مجالس المؤسسة والإدارة التربوية لتسهم في الإشراف على إرساء الأندية وتفعيل أدوارها، التركيز على الانخراط الفاعل والفعال للمتعلمين وفي إحداث الأندية وتخطيط أعمالها وتأطير أنشطتها لجعلها أندية فعلية، وتنويع أنشطة الأندية واعتماد المواكبة والمصاحبة مع تطوير أساليب الإشراف والتأطير. هذه الأنشطة يجب أن تتسم بمجموعة من الشروط لتكون فعلا أنشطة تنمي المهارات الإبداعية لدى المتعلمين، بحيث يجب أن تتسم بأنها تنفتح وترتبط بمفهوم التفتح العقلي والوجداني والسلوكي واكتشاف الميول والقدرات والمواهب، كما أن هذه الأنشطة يجب أن تتنوع بتنوع مجالات التفتح الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي والعلمي وبتنوع اجتهادات المؤسسة وشركائها للاستجابة لتنوع ميول المتعلمين.
كما يجب أن تنفتح هذه الأنشطة على المواد الدراسية المتنوعة وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفنية والثقافية، واعتماد هذه الأنشطة على وضعيات تمكن المتعلم من الاكتشاف والتجريب والاستنتاج والممارسة العلمية، وتتيح له مجال واسع للمبادرة والاختيار والإبداع. هذا فيما يتعلق بالجانب النظري للدراسة. أما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد اعتمدنا على أداة لأدوات البحث العلمي، وهي الملاحظة بالمشاركة، وذلك عبر إحداث نادي سميناه بنادي الإبداع داخل ثانوية الجاحظ الإعدادية بمديرية الفونيتيرا. وهنا يعني وضعنا برنامج عمل سنوي ابتداء من شهر شتنبر إلى الآن، ونعمل مع مجموعة من المتعلمين على مجموعة من الورشات لتنمية هذه القدرات الإبداعية، وبإذن الله ستكون يعني نتائج هذه الدراسة التطبيقية في البحث إذا كتب له إن شاء الله النشر. فيما يتعلق بتوصيات الدراسة، يجب تفعيل هذه الأندية بكل المؤسسات التعليمية وتفعيل أدوار مجالس المؤسسة والإدارة التربوية لمهامها لتسهم في الإشراف على إرساء الأندية التربوية، الحرص على انخراط جميع المتعلمين والمتعلمات ووضع مخططات برنامج عمل سنوي للأندية، تنويع أنشطة الأندية بما يتناسب مع ميولات المتعلمين والمتعلمات، انفتاح هذه الأندية على المحيط الخارجي وربط أنشطتها مع الآفاق والتطورات في المجالات التقنية والعلمية والاجتماعية، واعتماد أنشطة الأندية على وضعيات تمكن المتعلم من الاكتشاف والتجريب، والأهم وهي نشر ثقافة الإبداع في المجتمع وتفعيل الشراكة ما بين المدرسة والمجتمع بكافة مستوياته. وشكرا جزيلا. العفو الباحث فاطمة، بحث جميل وخير. فقط سؤال، دراستك على أي مكان، أي مركز؟ مركز مدينة بنوكة.